صباح الخير البنات، كي صبحتوا؟ اليوم غادي نشارك معكم فطور صحي ديالي. كنفطر بيه مرة كنخلي المقلة هكا تسخون، كنزيد فيها شكون ديالك؟ الحليب من بعد ندير هاد الشوفان. انا معي دابا قبل هاد الشوفان بالمذاق ديال التفاح وديال الزبيب، كيعجبني شويه حلو في الفطور. نكب شويه عيني ميزاني، نبدا في الخلاط. على النار شوية هادئة باش ما يتحرقش. نخلي شوية يسخن الحليب وشوية يشد مع يعقد شوية، ملي كيطيب شوية كيسخن هكا كنحطو في أو شوية سخون، كنحطو هكا في الطبق اللي غناكل فيه. سين من بعد كنقطع التفاح حتى هو نخليه من الفوق ديالو. البنان حتى هو كنخلي فوق التفاح. البنان الى عندكم حتى الفواكه الجافه راه كيجي زوين معاها هكا، وبالصحة والراحة. هذا هو الفطور ديالي تاع اليوم. قلت لكم من جديد نسيت ان عندي حتى الزبيب درته من فوق. اليوم كذلك عندي روتين خفيف ديال نجمع شوية البيت ديال بنتي بالزربة هكا على السريع.
كما قلت لكم البيت على بنتي بالزربه كيتجمع، يعني هكا تجمعي هكا بالزربه كتسالي بالزربه، يعني ما كيحتاج، راه هو اصلا خفيف وهي صغيره ما كتلعب فيه ما حاجه. الالعاب ديالها هنايا من بعد نشوف فين غنحطهم وصافي. انا سالي دابا ونشوف شنو غندير. بعد ما ساليت الفطور ديالي وجمعت البيت ديال بنتي غادي نوريكم البيجامات اللي خديت، جوج بيجامات وواحد بينوار خديته من بريمات، في الحقيقه كنت محتاجاهم لان دخل وقت البرد. خديت هاد البيجامه هذه على الشكل ديالها، زوينه فيها زرقاء وفيها نجيمات مبرة، توب ديالها سخون ورطبه. ندوزو زوينه البيجامه الثانيه، رطبه بزاف الحقيقه وعجبتني، الحقيقه هذه عجبتني بالمقارنه بالاخرين اللي خديت. فيه جيب من جيو ولاصقه عليا انا في القياس ديالي، السايز ديالي هو الميديوم ابيض وخديت اكس اس، بس يلاه جاتني هكا لاصقه عليا، ما كنبغيش ان البيجامات يكونوا واسعين. 18 اورو الشكل ديالها زوين، و 12 اورو هكا زوين، يعني رخيصه بزاف في متناول الجميع. الكول ديالها داير هكا من اللور كيفاش كتجي، كتجي زوينه الرفضة. يعني انا كنصح بها الا بغاو البنات ياخذوها، حتى هي زوينه بزاف. خديتها ب 12 اورو والتوب ديالها زوين، نسيت ما قلت الثمن. باقي ما صبنتهمش، يلا هذا القياس ديالي ما لقيتوش، لقيت غير من عند ربي واش كيوسع ولا ما كيوسعوش. البيجامه الثانيه هي هذه، سخونه بزاف حتى هي، سخونه بزاف. هذه ديالها اكس اس، كناخذ ديما قياس صغير باش يلا يجيني شويه لاصق. زوينه سخونه، رطيبة هذه كدير 10 اورو، كنصح بها حتى هي زوينه بزاف. هكا غادي نكون ساليت الفيديو ديالي، نتمنى تكونوا استمتعتوا به وخديتوا فكره على البيجامات وعجبوكم. نتمنى حتى نتوما تاخذوا البيجامات زوينين باش تكون دائما كيوت. لحقاش ملي كتلبس البنت كتلبس البيجامه في الدار هكا سيت كامله كيعجبها راسها، وهذه وانا منهم اللي كنلبس بيجامه سيت واحد كيعجبني راسي. ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي، ضغطوا على جر الجرس وتشتركوا القناة مع أصدقاء ديالكم. شكرا وفيديو مقبل إن شاء الله، تهلاو فروسكم.